أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لبست جوربا في الصباح ثم مسحت عليه عند الوضوء لصلاة الظهر، وعند صلاة العصر لبست جوربا آخر فوقه، فهل يجوز لي المسح على الفوقان؟ لا، إذا بدأت المسح على الجورب ثم لبست فوقه ثاني فإنك تمسح على الأول الذي بدأت المسح عليه. إذا بدأت المسح عليه ولبست عليه غيره فلا تمسح على الفوقان، تمسح على الأول الذي مسح بدأت المسح عليه. نعم، انتهى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على